بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج علوم سنة رابعة ابتدائي الترم الاول المنهج الجديد، واحنا شغالين يا سنة رابعة من النسخة بتاعت 2023 من كتاب قطر الندى، النسخة 2023 اللي حابب يتابع معانا نسخة سنة 2023، تمام كده؟ طيب دلوقتي اللي معاه بقى النسخة دي هيتابع معانا هيفتح صفحة 102، 102 هيلاقي الكلام اللي احنا بنقوله ده. طيب يلا كده نبدأ. احنا كنا وصلنا مع بعض عند المفهوم الرابع مع بعض اللي هو بعنوان التواصل ونقل المعلومات. التواصل ونقل المعلومات، تمام. طيب بص كده على الصورة دي، الصورة دي يعني بتوضح لك يعني ايه تواصل. قال لك النحل ده سبحان الله اكتر كائن منظم على وجه الارض. شوف الخلية دي جوه فيها نظام رهيب جدا، يعني ما مش ماشية كده اعتباطا، لا كل حاجة او كل كائن جواها عارف وظيفته اللي بيأديها وما يحيدش عنها ابدا. كل نحلة من النحل اللي موجود جوه الخلية عارفة وظيفتها اللي هتأديها بالملي، يعني مش ما تعملش غيرها، هي وظيفتها هي دي. كل واحد بيعمل شغله كما ينبغي زي ما بنقول. فهنا وبيبقى في بينهم كده يعني تناسق وتواصل كده مع بعض. فتعالوا كده بقى هنتعرف ان شاء الله في الوحدة ديت المصطلحات الأساسية فيها زي ما احنا متعودين بنعرضها. عندك المصطلحات الأساسية في الوحدة دي او في المفهوم ده، هناخد الشفرة، ماشي، درجة الصوت، تحديد الموقع بصدى الصوت، وده كنا خدناه في المفاهيم الأولى، ماشي. اللي ما ذاكرش المفاهيم الأولى يقدر يرجع لها الأول وبعدين يجي يتابع معانا. طب يلا كده بينا يا سنة رابعة إن شاء الله نبدأ يجي يقول لك إيه؟ فكر، تستخدم الحيوانات الضوء للتواصل؟ الحيوانات بتستخدم الضوء عشان تتواصل مع بعض، صح أم خطأ؟ فعلا الحيوانات ممكن تستخدم الضوء للتواصل، صح، صحيح، تمام. طيب أنظمة التواصل بين الإنسان والحيوان، أنظمة التواصل بين الإنسان وإيه والحيوان، تعالى كده يلا. إيه يقول لك إيه؟ اكتشفت في المفهوم السابق طرق تكيف الحيوانات لجمع المعلومات عن العالم المحيط باستخدام بعض الحواس، صح كده؟ مش احنا ده خدناه في المفهوم اللي فات، تمام، مثل حاستي السمع والبصر، تمام يا مستر. في هذا المفهوم اللي هو بقى المفهوم الرابع اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو التواصل ونقل المعلومات، بيقول لك كيف يستخدم الانسان والحيوانات الصوت والضوء للتواصل ومشاركة المعلومات. يبقى هناخد بقى ازاي ان الانسان والحيوان يقدروا يستخدموا الصوت ويقدروا كمان يستخدموا الضوء في التواصل، سبحان الله، ونقل المعلومات. طب يلا كده بيقول لك سين سؤال، كيف يستخدم الإنسان والحيوانات الصوت والضوء في إرسال واستقبال المعلومات؟ إزاي مصدر الإنسان والحيوانات بتقدر تستخدم الصوت والضوء في إن هم يرسلوا ويستقبلوا معلومات؟ هقول لك يا سيدي، يستخدم كل من الإنسان والحيوان الصوت والضوء لإرسال المعلومات واستقبالها بأنظمة تواصل مختلفة متعددة، مثل إيه؟ رقم واحد، يساعد الضوء الحيوانات على الرؤية. مش احنا اتفقنا في المفهوم اللي فات ان اللي بيخليني اقدر اشوف انا بشوف في الضلمة؟ لا، في الظلام ما اقدرش اشوف انا كانسان، خلاص، او في الضوء الخافت برضو بيبقى الرؤية ضعيفة، اما لو في ضوء اشوف كويس. انا اللي مخليني اشوف الكتاب ده كويس ان في ضوء دلوقتي، اللي بيخليني اشوف القلم ده كويس ان في ضوء. فهنا الضوء بيساعد الحيوانات على الرؤية كما يساعدها في التواصل. يبقى اذا الضوء مش بس بيساعد الحيوان على الرؤية، لا ده كمان بيساعده انه يقدر يتواصل كمان. رقم اتنين، يستخدم الانسان اشارات المرور ومصابيح السيارات للتواصل. مش انت عندك مثلا اشارة المرور فيها ثلاث الوان، فيها الاحمر، فيها الاخضر، فيها الاصفر. طب يا مستر كل ضوء من ده بيدل على حاجة معينة. طب انت دلوقتي اشارة المرور بتتكلم؟ لا ما بتتكلمش، بس انت بتبقى ماشي بالعربية بتاعتك، اول ما تلاقي الاشارة حمراء تروح جاي اوتوماتيك انت بتقف لوحدك بالعربيه، ليه؟ دي معناها قف. حد قال لك اقف؟ لا ما حدش قال لك اقف، بس انت بمجرد ما لقطت اشاره المرور حمراء خلاص انا وقفت. يبقى اذا هنا وسيله للتواصل ولا مش وسيله؟ وسيله اهي. يبقى اذا هنا يستخدم الانسان اشارات المرور ومصابيح السيارات للتواصل. طيب في الانشطه التاليه،
بيقول لك سوف تكتشف مجموعة من الحيوانات تستخدم طرق مختلفة للتواصل. يلا كده نشوف الحيوانات اللي بتستخدم الطرق المختلفة للتواصل. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك كيف يمكن للإنسان والحيوانات استخدام الضوء والصوت والطرق الأخرى في استقبال وإرسال المعلومات؟ ازاي الإنسان والحيوان يقدر يستخدم الضوء والصوت وفي طرق تانية غير الضوء والصوت في إن هو يستقبل يعني يجيله معلومات او هو يرسل معلومات او يرسل ايه معلومات. يلا كده هناخد عرض الخنافس المضيئة. عرض الخنافس الايه المضيئة. بيقول لك ايه؟ بيقول لك فكر، بعض انواع الخنافس تستخدم الضوء للتواصل. في خنافس تقدر تستخدم الضوء بتاعها للتواصل. ايوه فعلا صح، يبقى اذا صح فعلا في بعض الخنافس ممكن تستخدم الضوء في التواصل، اللي هي اسمها ايه بقى؟ اللي اسمها الخنافس المضيئة اللي احنا بنتكلم عليها دي. بيقول لك هناك نوع من الخنافس لها القدرة على إصدار أضواء، ولذلك تسمى بالخنافس المضيئة. يبقى هي اسمها مضيئة ليه؟ لأنها لها القدرة إن هي تصدر ضوء. خلاص. طيب في رأيك ما السبب في كونها مضيئة؟ إيه السبب اللي بيخلي الخنفسة دي منورة أو بتنور؟ العروض الضوئية للخنافس. هناخد بقى العروض الضوئية لإيه؟ للخنافس. هل ترى النقاط المضيئة في الصورة؟ بص كده حواليك في الصورة دي، انت شايف النقط المضيئة في الصورة قدامك كده اهي، النقط المضيئة اهي في الصورة. تمام. بيقول لك هذه الأضواء ليست من صنع الإنسان، بل تصنعها الآلاف من الخنافس المضيئة. بل تصنعها الآلاف من الخنافس الايه المضيئة. بيقول لك كل الصور المضيئة حواليك ده اهي، النقط المضيئة ده اهي، دي كلها خنافس مضيئة. طب بص كده عن قرب شوية في الصورة اللي تحتها اهي، دي خنفسة مضيئة اهيت عن قرب. خلاص. طيب يبقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاضواء اللي انت شايفها دي مش مصابيح، لا. طب بيقول لك دي ليست من صنع الانسان، بيقول لك بل تصنعها الالاف من الخنافس المضيئة. اهمية العروض الضوئية للخنافس. طب اهمية الاضاءة دي ايه يا مستر؟ يعني هي الخنافس دي لما جسمها بينور كده او هي بتكون منورة كده، في لها اهمية من كده؟ ايوه. رقم واحد، تنبيه الخنافس الاخرى بقدوم حيوانات مفترسة. لما تلاقي الخنفسة جسمها عمال يقيد ويطفي أو ينور، ده معناه إن هي بترسل إشارة لإخواتها الخنافس التانيين تقول لهم حاسبوا في حيوان مفترس جاي، فيعملوا حساب. يبقى إذا تنبيه الخنافس الأخرى بقدوم حيوانات إيه مفترس. دي كده أول أهمية لإضاءة الخنافس. رقم اتنين، جذب الجنس الآخر من أجل التكاثر. أهمية إن الخنافس تكون مضيئة كده، ايه الاهميه التانيه من الاضاءه دي؟ ان هي بتجذب الجنس الاخر عشان تعمل عمليه التكاثر. يبقى اذا في اهميتين اتنين من العروض الضوئيه للخنافس. رقم واحد، تنبيه الخنافس الاخرى بقدوم حيوانات مفترسه. رقم اتنين، جذب الجنس الاخر من اجل التكاثر. جذب الجنس الاخر من اجل الايه؟ التكاثر. تمام. طب سين سؤال، يجي يقول لك كيف ينتج هذا الضوء؟ طب الضوء ده جاي ازاي او بيتعمل ازاي او ايه اللي بيخليها تنور كده؟ بينتج هذا الضوء من تفاعل كيميائي. يبقى اذا الضوء ده جاي منين يا مستر؟ جاي من تفاعل كيميائي. تفاعل ايه؟ كيميائي. التفاعل ده بيحدث داخل جسم الخنفساء مما يجعلها تضيء. مما يجعلها ايه؟ تضيء. تمام. يبقى اذا تاني، يبقى لما يجي يقول لك كيف ينتج هذا الضوء، هنقول له ينتج هذا الضوء من تفاعل ايه؟ كيميائي. زي مثلا احنا لما نيجي ننور لمبة معينة، ايه اللي بيحصل؟ لو انا مثلا هستخدم بطارية أو حجارة رمود مثلا، الحجارة دي جواها ايه؟ قالك جواها مواد كيميائية. المواد الكيميائية دي بيحصل تفاعل كيميائي معين ينتج عنه، عن التفاعل الكيميائي ده بينتج عنه ايه؟ طاقة كهربائية، هي اللي بتشغل لي المصباح أو بتشغل لي الموتور أو غيره. يبقى إذا التفاعل الكيميائي ده هو خلاص كده هو اللي بيخلي جسم الخنفسة ينور، هو اللي بيخلي جسم الخنفسة ايه؟ ينور. يبقى إذا ينتج عن هذا الضوء، يبقى ينتج هذا الضوء من تفاعل كيميائي يحدث داخل جسم الخنفساء مما يجعلها تضيء. طب سين سؤال، يجي يقول لك من أين ينتج هذا الضوء؟ طب الضوء ده جاي منين؟ هنقول له ينتج هذا الضوء من أجنحة الخنافس. يبقى اللي بينور في الخنفسة الأجنحة بتاعتها، يبقى ينتج هذا الضوء من أجنحة الإيه؟ الخنافس. تمام. طيب يبقى تاني يا مستر عشان ما انساش، يبقى احنا قلنا اول حاجة اهمية العروض المضيئة للخنافس، هنقول له تنبيه الخنافس الاخرى بقدوم حيوانات مفترسة وجذب الجنس الاخر من اجل التكاثر. كيف ينتج هذا الضوء؟ هنقول له ينتج هذا الضوء من تفاعل كيميائي يحدث داخل جسم الخنفساء مما يجعلها تضيء. من اين ينتج هذا الضوء؟ هنقول له من اجنحة الخنافس. طب بيقول لك لاحظ، بيقول لك
تومض الخنافس المضيئة على فترات منتظمة. يبقى الخنافس المضيئة ديت بتقيد وتطفي على فترات ايه منتظمة. بمعنى ايه؟ شفت انت لما يكون في مثلا فرح بتلاقي في ساعات عقد نور كده عمال يقيد ويطفي، او اللونات بتقيد وتطفي بتناغم كده، الوان معينة تقيد في وقت معين وبعدين تطفي ويقيد لون تاني وهكذا. قال لك تقيد وتطفي كده بانتظام. نفس الفكرة هنا برضو الخنافس بتقيد وتطفي على فترات منتظمة، على فترات ايه منتظمة. رقم 2، اذا كانت هناك مجموعة خنافس مضيئة اخرى بالقرب منها، طب لو كان في خنافس تانية مضيئة بالقرب منها ايه اللي يحصل؟ فقد تغير النمط الذي تومض به وتقلد نمط المجموعة الاخرى اللي تتواصل معها. شوف سبحان الله، يعني هي بتقلده. يعني لو احنا مثلا، لو هي متعودة ان هي مثلا بتقيد وتطفي كل دقيقة، جه جنبها خنافس تانية بتقيد وتطفي مثلا كل نص دقيقة، تروح جاية هي مقلداهم، تقيد وتطفي معاهم خلاص في نفس التوقيت بتاعهم، خلاص بتقلدهم في نفس التوقيت. ليه؟ عشان دي تبقى وسيلة للتواصل معاها. وسيلة للتواصل ايه معاها؟ طيب يبقى اذا تومض الخنافس المضيئة على فترات منتظمة. اذا كان هناك مجموعة خنافس مضيئة اخرى بالقرب منها ايه اللي يحصل؟ قد تغير النمط الذي تومض به وتقلد نمط المجموعة الاخرى للتواصل معها. طب تمام يا مصر. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك الانسان والعروض المضيئة. الانسان والعروض الايه المضيئة. بيقول لك هل تعتقد ان الانسان يمكنه التأثير في انماط ومضات الخنافس المضيئة؟ الانسان يقدر يأثر على الانماط بتاعت الومضات بتاعت الخنافس المضيئة؟ اطلق بعض الفنانون ومضات باستخدام اضواء المصابيح اللي هي الكشافات. يعني يبقى بعض الفنانون جابوا كشافات او مصابيح واطلقوا منها ومضات اللي هي خلوها تنور. يعني ضبط الفنانون المصابيح لتضيء وتنطفئ على فترات منتظمة. ظبطنا الكشافات ان هي تقيد وتطفي على فترات ايه منتظمة، وليكن مثلا كل 3 ثواني او كل 5 ثواني تقيد وتطفي، او كل 10 ثواني، وفي نمط معين اللي زي ما قلت لك بقى بنظبطها. مثلا الاضاءة ديت الحمراء مثلا في توقيت كل ثانيتين تقيد الإضاءة الحمراء وتطفي، الإضاءة مثلا الخضر، الإضاءة الصفر وهكذا. عندك بعد كده استجابت مجموعة كبيرة من الخنافس المضيئة بالوميض في نفس الوقت. لقينا إن مجموعة كبيرة جدا من الخنافس المضيئة استجابت للوميض اللي الإنسان عمله، دي الكشافات اللي الإنسان ركبها دي، لقوا إن الخنافس بتقلد الكشافات دي كمان، بتقلد إضاءتها في لما الإنسان عملها أو لما الإنسان شغل. يبقى هنا استجابت مجموعة كبيرة من الخنافس المضيئة بالوميض في نفس الايه في نفس الوقت. تمام. التفاعل بين الانسان والطبيعة. يحدث تفاعل بين الانسان والطبيعة بطريقة لا نراها عادة، حيث يقلد الانسان الطبيعة احيانا. ويبدو ان الطبيعة تفاعلت هي الاخرى بتقليد التكنولوجيا التي صنعها الانسان. يبقى اذا هنا الانسان بيتفاعل مع الطبيعة، والطبيعة كمان بتتفاعل مع الإنسان. طيب كيف يستخدم الإنسان الضوء للتواصل؟ إزاي الإنسان بيستخدم الضوء عشان يتواصل بيه؟ رقم 1، يستخدم الإنسان الضوء للتواصل في مواقف عديدة، مثل إيه؟ المطارات، لإرشاد قائد الطائرة إلى مكان الهبوط. أنت عندك المطار بتلاقي يعني بتلاقي فيه طرق كده فيه، وعلى الجوانب كده فيه إضاءة أو عواميد نور كده أيده عشان ترشد الطيار أو قائد الطائرة إلى مكان الهبوط بتاعه، وخصوصا بالليل. طيب رقم 2، إشارات المرور. إشارات المرور كلها أضواء، لو عندك الضوء الأحمر، الضوء الأخضر، الضوء الأصفر، كل دي تحذير المشاة وإيقاف السيارات. رقم 3، السيارات، لتحذير السيارات الاخرى في المنحنيات. انت عندك العربيه بيبقى فيها اشارات برضو خلاص عشان تحذر السيارات الاخرى في المنحنيات، او لو مثلا واحد هيلف والعربيه يدي اشاره وهكذا. قال لك يبقى هنا الانسان استخدم الضوء للتواصل. ايوه استخدمه، يبقى في المطارات، في اشارات المرور، في السيارات، وعندك كمان لو هنضيف في الفنارات البحريه اللي هي بقى بترشد السفن في الموانئ وغيرها. طيب سين 2، يجي يقول لك كيف تستخدم الخنافس المضيئة حواسها للتواصل؟ ازاي يا مستر بقى الخنافس المضيئة بتقدر تستخدم الحواس بتاعتها في التواصل؟ رقم 1، بتستخدم الخنافس الومضيات للتحذير بقدوم حيوان مفترس.
يبقى اذا الخنفسه بتستخدم الوميض اللي هو الاضاءه بتاعتها دي عشان تحذر بقدوم حيوان مفترس زي ما خدنا من شويه. رقم 2، لجذب الجنس الاخر من اجل التكاثر، يبقى عشان الخنافس دي تجذب الجنس الاخر من اجل الايه؟ التكاثر. رقم 3، تشاهد الخنافس مجموعات الخنافس الاخرى وتقلد انماط ومضاتها، وتقلد انماط ايه؟ ومضاتها. طب يجي يقول لك فكر، ها بص كده معايا على اسئله فكر، يجي يقول لك لماذا تستخدم الخنافس المضيئه الومضات الضوئيه؟ ايه اللي بيخلي الخنافس تستخدم الومضات الضوئيه؟ يبقى هنقول له لسه اول حاجه احنا لسه قايلينها ليه، هنقول له لجذب الجنس الاخر من اجل التكاثر. رقم 2، هنقول له للتحذير من قدوم حيوان مفترس. خلاص، طب عندك كيف تضيء الخنافس المضيئه؟ ازاي بتضيء الخنافس المضيئه؟ هنقول له بتضيء عن طريق ان هي بتصدر ومضات على فترات منتظمه نتيجه حدوث تفاعل كيميائي داخل جسمها، نتيجه حدوث تفاعل كيميائي داخل ايه؟ جسمها. طيب هل توجد طرق اخرى للتواصل بين الكائنات الحيه غير الضوء والصوت مع التوضيح؟ في طرق اخرى للتواصل؟ ايوه نعم، في طرق اخرى للتواصل خلاص غير الصوت والضوء، ودي بقى زي اللي هناخدها بعد شويه، اللي هي مثلا عندك عن طريق الشفرات. عن طريق الايه؟ الشفرات. طيب نكمل.